احنا اليوم معتبرة من عند للا نجاة ام حسين من الدار البيضاء. للا نجاة صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل، صباح كل من هو جميل، صباح النور وصباح اجواء الربيع الجميله. تحيه كبيره لك للا نجاة، توحشناك وتوحشنا الوصفات ديالك. والله تتوحشنا. تحيه كبيره كبيره لكم والطاقم على هذاك استقبال استقبلتونا. مرحبا للا نجاة، تستاهلوا كل خير ونورتونا طبعا، ومشكورين على انكم جيتوا وتعدوتوا وجيتوا عندنا باش نشوفوكم. الله يلا كان نهار كبير. أهدادكم راحة، تحية كبيرة من طنجة الكويرة. أبدا معكم إن شاء الله. غنعطيك أجنحة، أنا جربتهم هاد الوصفات اللي غنعطيك اليوم كلهم، جربتهم كلهم الكاك ديال الوحب ديال المطاعم. أييه غندير معاك إن شاء الله بالأجنحة. يلا نشوف. أجنحة كتغسليها كل المغربية تبارك الله كلهم حاد كاك. أييه اللي كتغسليهم كتصوريهم، رشي عليهم شوية الملح والبزار. نعم. الخليطة اللي غادي ديري فيها هاد الدجاج فيها كاس ديال الدقيق فوق والملح، كاس ديال الدقيق والبزار، الملح والبزار، شويه الكيوري، شويه ديال الكيوري، الخرقوم البلدي، الخرقوم البلدي، خميره ديال الحلوى، الخميره ديال الحلوى، معلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا، العريس السوداني الحار خضري ديرها واخا كيجيو بنين بالحار. اييه السر ديالها تقرنيش اللي كتشوفها في المطاعم. اها شنو هي؟ بالمشروب اسود او ابيض اللي كنشربو في العيد الكبير. كيفاش؟ اين مشروب؟ المشروب المشروب الاسود. المشروب الغازي. اه هو اللي كتعطيك تقرنيشة. ملي كتحركي الخليط حتى ما كايناش دابا عرفتي لا نجاة، راه ما كايناش اللي جربات هذاك الشيء ديال كتبغي من ديك التقرميشه ما تصدقش لينا. هادو درتهم اقسم لك باليمين هي فصوتهم بغات تفرطهم لك ومساحه جولي كداد بحال كتاكلي في المطاعم وممكن تحسن منهم. ممتاز، تعاودي تصيفطي لي هاد الصور ونحطو عندنا في لاباج والمستمعات الكرام تيشوفوهم ديك الساعه. غادي المشروب الغازي منه هي الاسود هي الابيض. اها اللي بالقرعه 5 دراهم اللي كتباع. اييه صافي. كتخلطي كتخليه كيخمروا يرتاحوا. كتبغي تقدمي عاد غطي الاجنحه الدجاج. اييه ومباشره في الزيت يكون سخون. ومباشره في الزيت. وكيتحمروا على جهتين. كترشي ورقه ديال الخبز. اييه كتقدميهم مطيشه سوغيز الفجل الخيار. قدموا مع لي باط او صالات كتجي. انا غنقدم لكم واحد الصلاله. صافي مزيان. غتجيبي ربع ديال العدس غتقلقيه. ديال العدس اها. غتجيبي الفجل غتقطعيه شرائح. واخا. خيار شرائح. الفلافل ملولين. فلافل ملولين. واحد خيط زوا تكون مقطعه ديكاغو صغيره مسلوقه. اييه. وبصله مشلده. بصله مشلده. الفينيغريت غديري زيت العود. زيت العود. والملح. الملح. والبزار. البزار. عصير الحامض. عصير الحامض. ومعلقة ديال لامونطاج. معلقة ديال لامونطاج. ومعلقة ديال العسل. ومعلقة ديال العسل. حركيهم 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 وكبي هذاك الخليط كل تملو على شلاضة وتقطعي معدنوس وتقدمهم بالصحة والراحة. تبارك الله عليك، طريقة سهلة هو وفيها كل العناصر اللي ومطيشة مطيشة هي مشلدة. مطيشة مشلدة. وغديري واحد العصير هذا جربته ما نقولش لك البيض اللي كيبرد. عارفة شي حاجة اللي كتشكريها للا نجاة كتكون معتبرة. والله حتى هادو كلهم أنا جربتهم عاد قدمتهم للمستمعين. أجي بعدا وجدتي لنا شي وصفات لرمضان. ومن مجدة مجدة ما نقولش لك شي حاجة. صافي تبارك الله عليك. اللي تدوزي بها الصيف والربيع والمدلل بقى العمر ان شاء الله. الرحمن الرحيم تبارك الله عليك لالا نجاة. غنجيبي واحد الكميه ديال التفاح غنبدا معك بكيلو. اييه كيلو. وتكون الجلده ما فيها لا شي حاجه كحله لا ضربه لا والو، تكون الجلده نقيه. صافي اها. غتخدمي بقشوره. اييه غتقطعيه. غديري بقشوره غتحيدي العظومه ديالو. وغديري بشحامضات كباره تحيدي غير العظومه بالجلفه ديالهم بكل كيسه وما تقطعيهم. واخا. وديرهم كيطيبوا في لتره ديال الماء. اييه. ملي كيطيبوا كيبردوا كطحنيهم مع السنيده ولا العسل.
وبالصحة والراحة والتفريغ. تبارك الله عليك وسهلة ويردوا علينا الخبر طبق معتبر. نزيد شلاضة أخرى؟ أعطينا شلاضة، مازال معنا الوقت، أعطينا شلاضة أخرى نستغلو. شلاضة بالمقارونية. إيه والباربا، العزيز عليه الباربا. إيه واخا. تجيبي المقارونية رابعة المقارونية. أي نوع يكون صغير. إيه. روسول ولا ديلي ولا اللي كيعجب المستمعات. صافي. تسلقوا بشوية الملح. ملي كتسلقيه. إيه. كتوجدي الباربا مسلوقه تقطعها مكعبات. اييه كتشحريها بشويه الزيت والملح والبزار. مشحره في الزيت. غادي يقول لك علاش غتشحري الباربا. اييه علاش غتشحري الباربا؟ باش ما تعطيش داك اللون الاحمر، باش ما تطلقش اللون. باش ما تطلقش اللون الاحمر، وغتطلق غادي تبقى غير شويه ما غتكثريش منها. صافي. غتحط ديك الحموريه مجهده. غتجيبي الكروم الاخضر والاحمر. الكروم هو غتقطعي جولي وغادي تشحري. اييه شويه الملح وشويه البزار. شويه د الملح وشويه د البزار. وغديري علبه ديال الدره. علبه ديال الدره. ولا عندك الكبار ديري، ما عندك ديري الزيتون. خلي الزيتون اخضر مقطع دواور. صافي. وكتخلطي كلشي وكديري فينيكريت، زيت العود. إيه. الملح والبزار وعصير الحامض. كتخلطي كلشي مع المقارونيه وداك الكروم وداك الباربا وداك الدره وداك الزيتون. وبالصحة والراحة. تبارك الله. ومن فوق زيني بالمايونيز. ممتاز. تبارك الله. محضر لكم واحد الطريقة ديال المايونيز، هذه الصوص بيضة كتقدم مع المشوية، كتجاج اللي عطيتكم كتقدم معاه، كتقدم مع الفريك، كتقدم مع كل شيء. وعطينا هذه الصلصة عاد نطلقوك اليوم لالا نجات. وإن شاء الله. ديري كاس. كاس ونص كبير ديال الماء. كاس ونص كبير ديال الماء. نص كاس ديال النشا. نص كاس ديال النشا. وديرهم فوق العافية. كيختاروا. اييه ملي كيختاروا كيعقدوا ويبردوا شويه، غديروا في الخلاط الكهربي. اييه واخا. ملي غديروا في الخلاط الكهربائي غتزيدي عليهم جوج فصوص ديال الثومه. جوج فصوص الثومه وثلاثه الفرماجات مثلثين. ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين. وربع كاس ديال الزيت. ربع كاس ديال الزيت. والملح. الملح. والبزار. والبزار. وشويه عصير الحامض ولا الخل. وشوية ديال عصير الحامض أولا الخل. وكطحنيهم. كتقسموهم على ثلاثة. إييه. النص خليها بيضة، ديريها بأي منسمات، زعتر، زعيطرة، ثومة، المعدنوس مقطع على كل اختيار. إييه أها. النص الآخر كديري بصوص حارة جارية، ولا ما بغيتيش ديري بصوص حارة كديري شوية طحنية وشوية سودانية غبرة. أها. والصوص الأخرى كديري فيها معلقة ديال لامونطار. إييه. هي صوص وحده قدمت لكم فيها ثلاثه انواع. شتي دابا تبارك الله عليك، هذا داك منك لالا نجات صلصه وحده تخرج منها ثلاثه. الطبيرين هذوك اللي قول المشويات اللي سطيك الدجاج المحمر الفريك اللي كان. اللي كان غادي يجي. مع الحوت تا هو كتحطيه. بصح لان فيه ديك النكهه ديال التويمه وداك الشيء. تبارك الله عليك لالا نجات. التحيه. تفضلي مرحبا على الراس والعين. كبير انا جات لي في خربوعه. استقبلاتنا وما خلات ما دارت علينا. تنحيوها تنحيوها. والكبيره الحاجه الكبيره رحيمو. نعم. وصاحبتي اللي كتسمعني دابا بقى فيها الحاجات ما سميتيش علينا حبيبتي بلال وجميع المستمعين والمستمعات عواشركم بركه مسعوده بالصحه والراحه. عليك لالا نجاة تبارك الله عليك وشكرا لك على هذه الوصفه.